صباح الخير من جديد، تحياتنا لكم في هذا الصباح. صباح إن شاء الله يكون خالي من أي حوادث، خصوصا حوادث السير اللي للأسف كلنا يعني تعرضنا في فترة من الفترات، وعم نسمع يعني بشكل متواتر ومتكرر عن حوادث السير المختلفة، وعم بروح ضحايا للأسف أرواح وممتلكات مادية نتيجة هذه الحوادث المختلفة. إحنا دائما نقول لما يكون في حادث سير على طول يعني أي حدا بموقع الحادث بطلب كوادر الدفاع المدني، نشامة الدفاع المدني، وهم دائما يعني موجودين لخدمة الناس اللي بتعرضوا لهذه المشاكل. اليوم رح نتحدث عن حوادث السير ودور الدفاع المدني في هذا الموضوع من خلال ملازم أول دلال هلسة اللي موجودة معنا هذا الصباح. صباح الخير يا دلال، وأهلا وسهلا فيكي. صباح الورد. ورح تعرفينا على جهودكم في إنقاذ الناس اللي بتعرضوا لحوادث سير مؤسفة، والعقبات اللي بتواجهوها في موقع الحادث، وكل التفاصيل هاي إن شاء الله، ولكن بعد ما نشوف أنا وياكي والمشاهدين هذا التقرير، خلينا نشوفه مع بعض. بالرغم من الجهود الرسمية والدور التكاملي لكافة الجهات المعنية ضمن منظومة استراتيجية وطنية للسلامة المرورية للحد من حوادث السير والتقليل من آثارها السلبية باتخاذ خطوات عملية لجعل الطرق أكثر أمانا وسلامة، إلا أن المواطن يبقى هو الركيزة الأساسية من خلال الالتزام بقواعد السير الآمن على الطرقات والابتعاد عن الكثير من السلوكيات والتي كانت سببا مباشرا للكثير من الحوادث المفجعة. أعزائي المشاهدين، بصراحة مش قادرين نحكي إلا لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني بصراحة الإشي عم بيصير يعني إشي كارثي. صرنا بس ساعة موجودين بمحطة دفاع مدني في فيلادلفيا، ولهلا تعاملوا الشباب مع ثلاث حوادث سير، ويعني صار في 6 ل7 إصابات ومنهم حالات يعني خلينا نحكي خطيرة. في عنا حادث سير باتجاه جلال، يعني الحادث سير السرعة زايدة يعني من نفس السائق السيارة، ويعني وعمل على 3 إصابات، يعني 3 إصابات إن شاء الله بتكون سليمة. زي ما انت شايفي كمان خلفنا نشوف السرعة، يعني كون زملائنا كمان بالدفاع المدني وبالأمن العام بيعملوا على تخفيف السير، إلا إنه السرعة هي المصيبة عندنا، يعني وإن شاء الله الأمور إن شاء الله تكون طيبة إذا الله رد. يعني أنا بدي أحكي عن السرعة، وسيدي بدي أحكي كمان معك عن يعني إحنا جايين لموقع الحادث، إحنا كفريق الإعلام قديش وجدنا صعوبة حتى نوصل لعندكم لهون من الأزمة الموجودة ومن الناس الموجودين. أنا عودتي إلى المركز دفاع مدني المجار أبلغونا عمليات دفاع مدني جرش بوجود حادث ثاني بعد سيل الزرقاء باتجاه عمان، تحركنا على طول عملية دوران والعودة إلى مكان الحادث. تفاجأنا بانحراف من مركبة نوع كيا، نعم أدت لسقوطة من مرتفع ما يقارب من 10 إلى 15 متر كما تلاحظون. كان بداخل المركبة الرجل وزوجته وبنته، طبعا معظم الإصابات كانت متوسطة، هناك يعني فلكتشرات كسور، تم إجراء عمليات الإسعاف الأولية لهم بالموقع، ومن ثم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف بالدفاع المدني إلى مستشفى الأمير حسين. سيدي نحكي عن الازدحام والفزعة اللي من نشامة هالوطن، يعني بقول لك فعليا إحنا كفريق إعلامي وجدنا صعوبة حتى نوصل لعندكم من الأزمة الموجودة. نعم صحيح ستي، إحنا أثناء عودتي إلى المكان الحادث يعني مشكلتنا الوحيدة من السيارات، كان معظم السيارات واقفة وقوف تام في الشارع الرئيسي من أجل مشاهدة الحادث، ومعظم المواطنين كانوا ايضا ماسكين اجهزه خلويه يقوموا بعمليه التصوير مما عاقوا عملنا. والله يا بنيتي احنا كنا ماشيين عادي، اجى واحد سرق بيننا بده يتعدانا، خلانا يومين، بعد شوية ما لقينا إلا في سيارة تانية إلا هي لزة علينا، أخذ جوزة على إيده الشمال، ما لقينا حل إلا هيك صار معنا، الحمد لله نصيبنا. بدي يزربك بدي يومك، طب ما في شي لك مجال، خلي غيرك يبرك، بعدين طاير هذاك طاير ورانا طاير. حجي يعني إن شاء الله ألف سلامة عليك. مستعجل، طب خليها بزيادة 5 دقائق 10 دقائق.
تضيع أسرة بحالها يعني. هو سيارته ما شاء الله عليها وإحنا سيارتنا على قد حالنا. كم واحد كنتوا بالسيارة حجة؟ ثلاثة إصابات. والله كلنا تعبانين يا بنتي، والله تعبانين. ربنا كريم ويلطف في عباده، وأتمنى من كل واحد عنده سيارة أو شوفي لازم يتأنى ويحسب حساب غيره، زي ما أنت روح في قبالك روح، يعني عاجبك هيك يصير فينا. اللي سامحتك دنيا وآخرة، والله يهدي والله يهدي جميع الشباب. يعني احنا اسفين انه يعني عم نحكي عن حوادث السير، بس هذا موضوع لازم ينحكى فيه لانه هو من احد المآسي اللي عم تتكرر بشكل كبير وعم بتأثر على الكثير من الاسر الاردنيه، سواء بفقد روح او باختلالات بتصيب الجسم وبتضل لفتره طويله او اعاقات مختلفه، غداك عن الخسائر الماديه اللي هي بتهون قدام الخسائر البشريه اللي عم نشوفها. فاليوم رح نحكي إذن عن تفاصيل هذا الموضوع. دور الدفاع المدني كتير مهم، بس تكون بموقع الحادث الكل نوعا ما يطمئن أنه يعني إجت يد المساعدة المطلوبة لإنقاذ أرواح الناس الموجودة. يعني أنتوا كيف تتعاملوا أو شو ممكن تحكي لنا في بداية حديثنا ملازم دلال عن هذا الموضوع؟ أول شيء أحكي لك صباح الخير وشكرا على الاستضافة والتعاون اللي دائما موجود بين برنامج يوم جديد وأسرة يوم جديد والدفاع المدني. يعني لولا وجود ناس زيكم وبرنامج زيكم ما بيوصل صوتنا بجوز للمواطنين، فاسمحي لي في البداية أشكركم ستي. الله يسعدكم. أنتوا دائرة الأعلام مش مقصرين كمان، يعني الله يعطيكم العافية. شكرا. هلأ بالنسبة لدورنا إحنا كدفاع مدني، حوادث السير بصراحة صارت إشي مؤرق، يعني صار فعلا إشي حزن، حتى يحزن الشباب لما نحكي حادث سير، يعني إشي يعني خليني أحكيها فاجعة، لأنه أقل إصابة بتكون بحادث السير رح يكون إصابتين وثلاثة وأربعة. صح. هلا كدفاع مدني دورنا بينقسم لجزئين. أول جزء اللي هو الشق التثقيفي التوعوي اللي إحنا بنحاول نعمله قبل ما يصير عندنا الحادث، زي ما المثل دائما بنحكي إنه درهم وقاية خير من قنطار علاج. فدائما بنحاول نحكي إحنا شو لازم نعمل إحنا كمواطنين. وخليني هون بهالنقطة يسمحوا لي شوي أحكي، الله يعطيهم العافية شباب ونشامة الأمن العام. طبعا يعني بهاي الموضوع ما بيقصروا، طبعا التوعية عندهم واضحة وما بدهم شهادة من حد يعني. لكن احنا كدفاع مدني دورنا تكاملي ما بيننا وبين الامن العام، بنعمل بمنظومة واحدة كلياتنا، دفاع مدني، امن عام، اشغال، امانة. لو بتعرفي احنا بنحكي عن حوادث سير بنحكي عن طرق، بنحكي عن سيارات، بنحكي عن مسببات للحادث، وهذا الجزء اللي بيحكوا فيه اكثر اخواننا في الامن العام. في الامن العام صح. هلا احنا كدفاع مدني بنحكي في توعيتنا عن المسببات وعن النواتج المؤسفة لحادث السير. مرات في نوع من أنواع الإعلام زي ما بتعرفي حضرتك، إذا خوفت الناس ممكن يرتدع ويبطل يعني السلوكيات الخاطئة له. فأنا لما أجيب زي هيك يعني حادث حقيقي صار، الإصابات اللي صارت فيه ممكن غيرهم من الناس يعني مصبوط. يصير فيه عندنا نوع من أنواع الردع. بالضبط. هلا الشق الثاني كدفاع مدني هو الشق العملياتي. هلا الشق العملياتي في الميدان. الميداني بالضبط. هلا اول جزء بالشق العملياتي هو التوسع الافقي لمراكز ومحطات الدفاع المدني، اللي بتخيل الكل صار عارف انه صار عندنا احنا الحمد لله رب العالمين 182 موقع دفاع مدني رائع منتشره على جميع انحاء المملكه. لانه فعليا بتحكي اي مكان بتصير فيه حادث لا سمح الله اقل من 5 دقائق بيكون شباب الدفاع في المدني في نقطه للدفاع المدني قريبه من هذا المكان. بالضبط. هلا المراكز بشكل عام موجوده، استحدثوا ما يسمى بمحطات دفاع مدني اللي هو اكثر بتكون على الطرق الخارجيه، الطرق الصحراويه اللي مرات بيكون المركز بعيد نوعا ما عنها، فمشان يكون عندنا يعني سرعه استجابه تم انشاء محطات دفاع مدني. تمام. هلا ما اكتفينا بس بوجود مراكز ومحطات، لكن تم رفض الجهاز الحمد لله رب العالمين بالحديث والمطور من الآليات والمعدات والأجهزة اللي خاصة الصحفية. كمان نحكي بحوادث السير، بتعرفي حوادث السير لها خصوصيتها حتى طبعاً. يعني تعامل مع حريق مختلف عن صدمة كهربائية، مختلف عن حالة وفاة واختناق. في شيء اسمه حادث سير له معداته خلينا نقول او ادواته الخاصة، خاصة انه حادث السير ممكن يكون في حريق سيارة، ممكن يكون في عندنا محاصرين جوا السيارة، وصارت بالحلقة اللي إن شاء الله بتحضروها وبيحضرها المواطنين كلهم اليوم، حلقة متخصصة بتحكي عن حوادث السير على التلفزيون الأردني الساعة 6:30 يعني. نتمنى الكل يحضرها. يا ريت. في أشخاص كنا نشوفهم محاصرين داخل سيارتهم، كان بدهم معدات فتح وقص مشان تنفتح السيارة ونقدر نطلع المصاب، مخدات رفع وغيرها طبعا.
هلا هي جزئية الآليات غير عن الخبرة الطبية الإسعافية الموجودة في مكان الحادث اللي انعاش أو طبعاً. إسعاف أو يعني تجبير مبدأ إلى يعني في شيء خبرة طبية حتى صح. للناس هلا هي ما اكتفينا بوجود الآليات والمعدات كمان بهمنا والأهم طبعا من كل هذا الإشي هو الكادر الإسعافي المدرب والمؤهل بالضبط. يعني أنا ما بقدر يجي عندي مسعف غير مدرب ومؤهل يقدم خدمة إسعافية طبعا. فالكادر اللي عندنا الحمد لله كله مؤهل ومدرب تم تخريج معظمهم من كلية الإسعاف يعني معظم حامل دبلوم بالإسعاف بالفعل. الإسعاف الطبي المتخصص تم الانتقال من الإسعاف العادي اللي كنا نقدمه زمان لإسعاف طبي متخصص رائع. يعني المسعف بسيارة الإسعاف قادر يعمل صدمة كهربائية قادر يعمل إنعاش قلبي رئوي وغيرها طبعا من التفاصيل الإسعافية تم إدخال البنات على سيارة الإسعاف تعرفي ستي مرات حادث السير كون في أطفال كون في أطفال كون في ستات حوامل يعني صح. في عدة عشان هيك إحنا بجوز منقول وهذا النقطة اللي رح ننتقل لها ملازم دلال اللي هي إنه الناس لما بتجتهد في موقع الحادث في الإسعاف أنتوا شو رأيكم كمختصين هلا مرات بيكون في ضرورة بس مرات بتكون كتير خطرة إنه الناس تجتهد يعني من رأسها في إسعاف الناس المصابين في موقع الحادث يعني احنا براينا كدفاع مدني ما في ضروره المواطن يقدم خدمه اسعافيه اذا هو مش مؤهل ومش مدرب هلا في اطباء ممكن يكونوا بمكان الحادث ممكن بالضبط ما احنا بنحكي اذا الشخص مش مؤهل ومش مدرب لا يقدم خدمه اسعافيه يعني الحمد لله رب العالمين شعبنا الاردني عنده الفزعه وبيحب يقدم مساعدته لو شاف واحد على الارض صعب يتركها ويتركه ويروح بالزبط. يعني هذا طبيعي فيه وفيك وفي كل احد موجود لكن بالذات بحوادث السير انت كمواطن بس بلغ على 911 خلص دورك اذا في اشياء خفيفه هيك دورك انتهى اذا في اشياء خفيفه تعملها اذا شفت انه ممكن تبعد السيارات عن موقع الحادث هيك اوكي بس ما تقدم خدمه اسعافيه احكي لك شغله ستي واحنا بنحضر للحلقه بتاعت اليوم قمنا بزياره المستشفيات حتى نشوف شو الاصابات الموجوده اوكي يعني بدك الصراحه شيء بيشرح القلب يعني احنا شفنا شخص عمره بجوز بالعشرين للأسف كان وضعه تمام ومنيح وشباب دفاع المدني على الطريق إجا واحد من المواطنين حمله وحطه بسيارته مشان يوديه على المستشفى كانت الشاب هذا عنده كسر في العمود الفقري يا الله هلا هو الشاب على يعني نحكي شلل كامل يا الله. من جراء إسعاف خاطئ يعني أنا عشان هيك بقول أرجوكم إنكم تنتبهوا لهاي التفاصيل أنت عم تحكي عن الفزعة وإحنا معروف إنه إحنا ناس بنحب نقدم مساعدة بس أقول لك الصحيح يعني ليس هذا الشكل من أشكال الفزعة الموجود في مكان الحادث طبعاً. الأمن العام دائماً بيقولوا إنه أرجوكم عم تعملوا إعاقة للسير وعم تتسببوا بحوادث سير أخرى وحوادث ممكن تكون كمان أكثر خطورة من الحادث اللي صار صحيح انتوا جماعة الدفاع المدني عم تقولوا انه احنا عم بتعيقونا نوصل لمكان الحادث مرات تفرق دقيقتين على روح ممكن تضلها عايشة او تموت تعرفي ستي من دقيقتين لثلاثة ممكن الشخص يتوفى اذا كان في عنده مشكلة بالزبط. بالتنفس فلما يكون في عنا تجمهر ويكون الناس موجودين وللأسف خليني احكيها ويسامحوني اخواني المواطنين يعني الناس بتكون مرمية على الأرض وفي عنا مواطنين ماسكين الكاميرات وعم بتصور يعني انا مش عارفه وين الانسانيه في الموضوع شو الفزعه اللي عندنا صفقت اقول لك شيء كمان عم بصير مع ناس في ناس تنسرق اشياءهم الشخصيه بمكان الحادث يعني بيكون لابس ساعه بيكون معه جهاز خلوي تنسرق اغراضه الشخصيه وهو مرمي على الارض فيعني انا بعرف انه هاي بجوز تكون اشياء فرديه بالضبط. ولكن ارجوكم يعني هذا التجمهر امام يعني بجنب الحادث انتوا اكثر ناس ضايقين مروا يعني انتوا جماعه الدفاع المدني طبعا بدك الصراحه الحادث اللي كنا عم نشوفه قبل شوي قديش احتجنا احنا كفريق اعلامي حتى نوصل عليه من كثر ما كان فيه ناس متجمهرين حوالين الحادث يعني كدفاع مدني كيف بدي انا اقدم خدمتي ما دام كل هالناس حوالي وهذا الحادث بالذات بموقع خطر اصلا هو بالزبط. يعني اصلا مش للتجمهر يعني بالضبط 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 بتعرفيش كيف الناس نزلت للمناظر وكيف تجمهر يعني بصراحه شيء بحزن بالفعل شيء بحزن التجمهر بدي احكي لك عن شغله كمان ثانيه مهمه مرات بطريقنا للحادث بنلاقي كثير مشاكل وصعوبات يعني مرات السائق اللي بيكون ورا سائق الاسعاف او الانقاذ او هيك بيصير كانه هو في حاله من السبق مع سائق الاسعاف يعني ما فيش عندنا ثقافه انه احنا شوي نبعد على اليمين ونترك السياره اخذناه من الصف الاول انه لما يكون في سياره اسعاف من بعد عشان سياره الاسعاف تمشي بسرعه القصوى لمكان ما نركض وراها يعني مش انه هي فاتحه الطريق احنا نحاول نمشي وراها مشان نستغل الفرصه
يعني نعم. الحياة مو مستاهلة تأخر لك وزي ما في ناس يعني عم تتعرض لحوادث نحسب إنه إحنا بيوم من الأيام كمان لا سمح الله رح يصير معنا حادث وأي حدا بتجمهر حوالينا رح يأثر على نفسيتنا ورح يعيق الدفاع المدني ورح يتسبب بحوادث أخرى. فزي ما مفكر بحالنا نفكر بالناس الآخرين. ستي ممكن اللي بيكون بأرض الحادث هو قريب إلك وأنت ما بتعرف بالفعل. يعني احنا ليش دائما بنبعد بنحكي انه لا مش ممكن انه بعيد عنا الخطر. بالضبط ممكن يكون موجود حوالين يعني الجميع من اقرب الناس لك هو اللي عنده الحادث وانت مو عارف والدفاع المدني بيتعامل معه. صح. فزي ما انت بتحب قريبك يقدم له خدمه اسعافيه صحيحه 100% يعني كمان خلينا نشوف هالشيء للباقي المواطنين. نعم. ما نتجمهر ما نزاحم سياره الاسعاف. دورنا بس 911 نرن على 911 وخلص كفاها الله كفاها الله بعدين كل واحد يروح على بيته يروح على سيارته ويشغلها ويمشي. انتم كمان بتقدموا خدمه تطمين نفسيه كمان يعني انا بعرف كثير من الناس اللي عانوا من حوادث سير داخل سياره الاسعاف بيكون في دائما حوار حتى الناس ما تفقد وعيها هذا كثير الجانب كمان مهم ملازم دلال. صحيح. هلا احنا الاصابه اهم شيء نضلها عندنا صاحيه واعيه تحكي اذا البني ادم خاف مش بس باصابات السير بكل الاصابات قديش مهم انه الواحد يكون مطمن ومرتاح وهو داخل سياره الاسعاف. من هون صار في عندنا خدمه السيدات بسياره الاسعاف مشان هيك يعني ارتأت اداره الجهاز انه يكون في عندنا سيدات جوا الاسعاف. بتعرفي يعني الشباب شو ما كان يعني الشباب شو ما كان عنده حنية ما راح يكون زي الست لما خاصة إذا كان حلو زيك حبيبتي ولازم دلال. يعني أنا بدي أشكركم كتير وأنتوا رائعين وخدماتكم يعني الكل بيشهد لها. يعني أنا بالحلقة الماضية بإذاعة الأمن العام كنت على الهواء وفي كتير ناس كانوا عم بيقدموا لكم تحيات وهدايا على شكل أغنيات لكم للدفاع المدني. يعني نحكى كتير عن هذا الموضوع ودائما بنحكي الله يسعدكم وإن شاء الله هيك دائما بتطور مستمر ملازم دلال. الله يسعدك كل الشكر لكم وان شاء الله يا ربي نوصل لمرحله اردن خالي من حوادث السير. يا رب يا رب ان شاء الله. الله يسعدكم حبيبتي. بس احنا اكثر اطمئنانا بوجودكم. شكرا جزيلا ملازم دلال.